الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. يواصل معبر رفح البري عمله في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في غزة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلنت الأمم المتحدة تعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاخ منسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة. يأتي ذلك بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات في ظل الأزمة الحادة بقطاع غزة. وأفادت المنظمة الدولية أن المنسقة الجديدة ستتولى إقامة آلية أممية لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ حيال القصف الإسرائيلي لمنطقة وسط غزة، وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية إن ما يثير القلق أن القصف الأخير جاء بعد أن أمرت قوات الاحتلال النازحين من جنوب وادي غزة بالانتقال إلى وسط غزة ورفح الفلسطينية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم ليس مستعدا لمواجهة جائحة جديدة محتملة. وقال غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة إنه يجب نبذ الكارثة الأخلاقية والطبية المتمثلة في قيام الدول الغنية بتخزين إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة والسيطرة عليها وضمان حصول جميع الأشخاص على وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة جديدة من الغارات الجوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات بلدات ميس الجبل وعديسة ومنطقة المعلية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات راشيا الفخار والناقورة والظهيرة وعلم الشعب. وجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي مسؤول البحرية بالرد الحاسم في حالة حدوث استفزاز من جانب القوات البحرية في كوريا الشمالية. جاء ذلك أثناء تفقد وزير الدفاع للفرقات الجديدة تشونان التي تزن 2800 طن والتي تم نشرها للعمليات في مقر الأسطول الثاني للبحرية في بيونغ تيك على بعد 60 كيلومترا جنوب سول. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، تحياتي أنا كريم الخولي وإلى اللقاء.